توج كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة في تاريخه مقابل 5 كرات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني. ولكن حينما نفتش في دفاتر التاريخ نجد أن أساطير للعبة كرة القدم مثل بيليه الذي اختير كلاعب القرن الفائت ودييغو مارادونا الذي حل في المركز الثاني كأفضل لاعب في القرن لم يتوج أي منهما بهذه الجائزة العريقة، فلماذا؟ الكرة الذهبية كما نعرف هي جائزة تمنح من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم سواء بالشراكة مع الفيفا أو بشكل منفصل. لكن في الحقيقة الوضع لم يكن كذلك منذ نشأة هذه الجائزة. فرانس فوتبول بدأت بتطبيق توزيع الجائزة سنويا بدءا من العام 56 و900 و1000 حينما انطلقت منافسات كأس الأندية الأوروبية البطلة دور الأبطال حاليا، وحينها كانت تمنح الجائزة لأفضل لاعب أوروبي فقط. استمر النظام في منح الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي في الفترة ما بين العام 56 وحتى 1994، أي أن الأرجنتيني مارادونا والبرازيلي بيليه لم يكن يحق لهما بالأساس التنافس للفوز بالجائزة، ولهذا يخلو سجلهما من هذه الجائزة حتى الآن.